الفوز على المنتخب النيجيري يا كريم؟ اه طبعا قادرين بس نشتغل، يعني طبعا قادرين وعندنا الاوراق وقائمتنا قويه جدا، ولكن محتاجين نشتغل ومحتاجين كمان ندرس المنتخب النيجيري كويس، ويعني نواجهه باللي هو يستاهله، ما نلعبش بدماغنا احنا. يعني تاني بكرر نفس النقطه اللي قلناها في كاس العرب، في بعض المباريات كان واضح جدا جدا ان كيروش عنده بعض العند في التمسك في بعض الافكار اللي هو مؤمن بيها. اه اوكي انت مؤمن بيها وبتشتغلها طول حياتك، لكن افرض ما تناسبش الموقف اللي انت فيه، هو ده اللي بس اللي احنا بنطلبه من كيروش. احمد، اهم مباراه لكروش مع منتخب مصر في ولايته برافو مباراه عليك. صح، نيجيريا. برافو عليك. ليه بقى؟ صح. اولا انت لو ما كسبتش هتصعد تاني، هتبقى هتقابل الجزائر فهتبقى الفرصه صعبه، لو كسبت هتبقى بدايه كويسه جدا ان شاء الله، هتصعد اول، هتقابل احسن توالت في الفرقه الباقيه، حتى لو وصلت نص نهائي وخرجت هيبقى الشكل مش وحش، الشكل كويس جدا ان انت وصلت نص نهائي وكان في مجموعه زي دي. عشان كده انا وبتديك دفعه، البدايه دايما في بطولات كاس الامم دايما لما بتبقى بمكسب بتفرق كتير قوي. طبعا عشان كده بشوفها اهم مباراه في ولايه كارلوس كيروش مع منتخب مصر مباراه وعايز نيجيريا. برضه اضيف حاجه على كلام احمد سريعا، ان خصوصا نيجيريا فعلا ممنوع الخساره قدامها. ليه؟ لان لا قدر الله، لا قدر الله لو خسرنا قدام نيجيريا احنا بيديهم دفعه قويه علينا كبيره العكس قوي. الكلام بقى، اذا لا اذا اذا القرعه حطتنا مع بعض تبص لقدام كمان دي هتبقى، وطبعا هتعمل حاجز شكي كبير مع المنتخب النيجيري. فنتمنى ان شاء الله المباراه دي ما نخسرهاش. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله في كاس الامم الافريقيه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم، شكرا جزيلا يا ابو حميد. ان شاء الله نتقابل الاسبوع القادم، هتشوف بقى. مش عايزك تبعت انا مسج. انا بعت مسج. انا بقول لك اهو، انا رقمي فيه 3. سؤال صعب كمان، خلي بالك سؤال صعب قوي. اسهل سؤال. انا بشكركم شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. النهارده كان على الارقام الامام او اللي هتنزل لحضراتكم خلال الايام القادمه، 0900 9500، اتكلم من اي رقم ارضي وجاوب على سؤال الحلقه او سؤال هذا الاسبوع، اين سيقام كاس العالم 2022؟ ابعت رساله على 1795 او على اي رقم ارضي، اتصل من اي رقم ارضي على رقم 0900 9500. بدانا من نص ساعه او من ساعه لغاية إن شاء الله يوم الأربع القادم الساعة 11 بالليل، إن شاء الله يكون معنا الفائز الثاني بمسابقة الأهلي في المونديال، ويكون معنا على الهواء مباشرة زي ما عملنا النهاردة. وأشرف أحمد زكي هو الفائز الأول في مسابقة الأهلي في المونديال. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم يوم الأحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير.